السلام عليكم صبايا. اليوم الفيديو ما بيشبه اي يوم، تابعوه للاخر بحبكم كتير. اليوم الفيديو يا صبايا ما بيشبه الفيديوهات يلي قبله. اليوم الفيديو مثل ما خبرتكم باحد الفيديوهات انه راح اغير شوي وضيف لقناتي بعض الاشياء. الاشياء هيدي هي عبارة عن مواد تجميل كل ست بتستخدمها. ما في ست ما بتهتم ببشرتها، ما بتهتم بحالها، بنظافتها، بكل، يعني بتعرفوا الستات بشو بيهتموا وما بيحبوا غير هالشي. هيدا عندي هون الكوليجين، اكيد كلنا ما في حدا ما بيهتم بالكوليجين لانه بعد ال35 ببلش الكوليجين ينقص بالجسم، وكمان الاسنان ما في حدا ما بيهتم باسنانه. عندي هون تبعون الالمان وعندي هون من لبنان، لا هيدا البنطلون اللبنان المسواك، فراح احكي عنهم كلهم بشوي. اول شيء راح بلش بالكوليجين، هيدا البولفا يلي مرة نزلت لكم، هو القشمك تبعونه ناتور، يعني ما بي عنده قشمك ابدا. قبل بمرة عاملة فيديو كامل عنه وشربنا القهوة مع بعض على البرندا لما كان صيف يمكن قبل، وعملت لكم عنه فيديو. شوفوا هون قدي ضل فيه، هيدا يعني بعدني عم بستخدمه وبعدني عم جيب منه، مش انه مش منيح، منيح كتير. بس شو بيعمل؟ شوي بنصح. يمكن استبدلته بهيدا الكولاجين، هو نفس لحظة لبا الكولاجين هو نفسه نفس الشيء فيه، بس هيدا فيه حبوب، مش بولفا مثل هيدا، بودرة يعني حبوب. ايه فهيدي فيها ماغينا، نفس الشيء. هون شايفين هون شو كاتبين لكم انه ناتور وبيو، ما فيها شيء يعني شو بقولوا له هيدا شيء من الحيوانات يلي نحن ما يعني محرمة علينا بديننا. كل نفس الشيء هون، نفس هون، يعني هون نفس هون، بس هون فيها البودرة. يمكن البودرة زايدين لحليب او شيء، مش فاهمة انا ليه بتنصح هيدي، او يمكن المواد، بس هي نفس الشيء. انا هلا عم بستخدم هيدي الماغينا، الماغينا كامل، ماغينا كولاجين مكتوب عليه، كتير ناتور، ما فيها شيء ابدا بيوم، خالية من كل شيء اسمه جيلاتين، خالية من يعني طبيعية 100%. وحاطين لكم هون يلي بيتحسسوا من القمح كمان فيهم ياخذوها، نفس هيدي كمان هون حاطين، عرفتوا؟ هيدي عم باخذها بس خففت، صرت ملعقة وحدة باليوم، بدي ابعد الكاميرا، ملعقة وحدة باليوم. وهيدي عم باخذها كمان حبة وحدة باليوم بس المساء، هيدي الصبح مع القهوة بحط، يعني أول فنجان بشربه بدون شي وتاني فنجان بحط له ملعقة من هيدي. بعدني عم باخذها ومنيح، بس هيدا غالي عارفين، هيدا قلت لكم مرة سعره يمكن صراحة ما بعرف يمكن 40 45، حسب كل صفحة قد يعني حطيته، ما بعرف كل صفحة بتحطوا شكل صراحة، شي 40 شي 45 ما بعرف، وكمان حسب قد فيها يعني 500 جرام او عرفتوا قد كمان الحجم. هيدا 30 يورو فيه 180 حبة، شايفين؟ بدي اجي هون من بعد دغري الكرمال انه هيدا للبشره، بنيجي دغري باليا. هيدي الماركه كتير رخيصه، واذا منتبهين مكتوب انتي فالتن، يعني للتجاعيد او للوجوه يعني التعبانه، وفوق 30، هيدا فوق ال 35 لازم تبلشي تستخدميه. هيدا لليل نخت قايمه. شوفوا انا عندي هيدا وعندي هول، عرفتوا؟ يعني انا استخدمتهم، عم دلكم اغراض انا استخدمتها قبل، وبشرتي عاديه، انا لا بشرتي جافه ولا بشرتي دهنيه، بشرتي عاديه. واستخدمت كمان الغالي يلي هو لوغيال، هيدا الرخيص فيه اوميجا، فيه كومبلكس اوند فيتامين اي. الثاني يلي هو لوغيال فيه هو لكل انواع البشره، وكمان فيه كولاجين. الكولاجين شو بيعمل؟ بشد البشره شوي لما تحطيه لانه جامد، وكمان بيعطي هيك، بيعطي البشره هيك ملمس انه على السريع الهوت شرب البشره شربت الكريم، عرفتوا؟ هيدا الفرق بيناته. ويلي بده ياخذ هيدا بياخذه، هيدا كتير منيح اكيد سعره فيه، ويلي حابب يستخدم الكريم فيه مواصفات هيدا بس اقل شوي، هيدا منيح كتير. هيدا لليل وفيه كمان ضد الشمس، في 15 وفي 30، ودائما فوق ال 35 يعني للنساء يلي عمرهم فوق ال 35. نجي لهول، عندي هيدي العلبه، وين شايفينها؟ الغوزنفاسا
ماء الورد هيدي تركية ميد ان تركاي. وين هون شايفين؟ هيدي تركية كتير منيحة، وهيدي الفاردك اكيد بتعرفوها كلكم، وهيدي المانية. كلهم منيح بس في فرق بيناتهم. هيدي كتير منيحة للبشرة وبتعطيها رطوبة بتجنن، عرفتوا يعني؟ بس تحطي على قطني منها وتمسحي بشرتك بتحسي برطوبة غريبة عجيبة، ما عن جد يعني. انا بنصح كل حدا بحب هيك الرطوبة على وجهه ياخذ هيدي، بس هيدي غالية حقها 15 يورو عكس التانيين هلا بدي اقولكن عليهم، ومية بالمية ناتوغال، وموجودة بألمانيا، وموجودة في منهم بلبنان. بلبنان أرخص بكتير، بس ما بعرف إذا الكواليتي نفسهم، ما بعرف. أنا شفت منهم بصراحة، ما اشتريت منهم من لبنان رغم إنهم أرخص بكتير، ما جبت منهم. أنا بفضل إنه من ألمانيا لأنه البشرة يعني حساسة كتير إنه الواحد هيك. بس أنا استخدمتهم، شوفوها فاضية ما فيها، ما ضل فيها. وهيدي التانية كتير منيحة، ما في أحلى منها بالليل هيك، بس تنامي تمسحي وبشرتك وتحطي الكريم تبع الشوتس، ما في أحلى منها عن جد. جيبوها، يلي ما جيبها يجيبها. هيدي حقها يمكن 1.99 يورو يا 2.99 يورو، بس هيدي أنا هيدي كمان منها نفسه. شوفوا قد إيه مستخدمة، شايفين؟ أنا هيدي العلبة التانية، يعني أنا بحبهم، بحب هول اللي هيك بترشي على وجهك بتحسي هيك انه منعنش، بتعرفي الوجه لما يكون منعنش بتكوني مرتاحه نفسيا، مرات بتكوني زعلانه بتطصي هيك. هيدي حبيتها ليه؟ لانه عندها هيدي السبراي نفسها نفس السعر، بس هيدي فيها اقل. بس شو الحلو فيها؟ انه عندها هيدا السبراي، شايفين؟ انا حاطه بعدني لفوف لما انه عديت حبوب الكولاجين. حلوه كتير، ريحتها طيبه مثل ريحه الورد بالضبط، تقريبا مثل ريحه هيدي، ونفس النتيجه. ما بتحسس الوجه ابدا، ما بتحسسك بتعب بالوجه او بتحمره او شيء ابدا، كتير منيحه. يعني يلي ما فيه يشتري هيدي حقها رخيصه كتير، ونفس النتيجه. انا اللي عم اقول لكم الغالي والرخيص. في الالفيدا هيدي ماركه يعني اغلى من هيدول، اغلى من هول، بس هيدي شوفي ونفس الشيء منيحه كتير. لاحظوا خلصت، يعني انا بحبهم، بحب كتير رشش ماء ورد على وجهي، حتى تبع الطبخ اللي بنعمله بالقشطه بحط كمان عليه بطني ومسح، يعني كلهم ما بروح شيء ابدا، لانه هيدي جاي ما بعرف مخصصينها للبشره الناشفه. شايفين هون كاتبين تروكن هاوت؟ تروكن هاوت يعني بشره ناشفه، وانا بشرتي عاديه، يمكن كرمال هيك حساسيتها، او مع انها بيو. شايفين كاتبين بيو هون، وكل العالم بتحب هيدي الماركه، الماركه هيدي بيو كتير منيحه، بس انا حسيت هيدي احسن. يلي بحب هيدي كمان يشتريها، بس ما بعرف، منيحه كتير كتير منيحه، وفيها الريحه الطيبه، واصلا خلصتها. شايفين؟ حسستني شوي انه مش انه خربت، لا بتحسس شوي البشره الطبيعيه. انا بشرتي كتير طبيعيه، منا دهنيه، منا يعني كل المشاكل البشره فيها، لا طبيعيه جدا. فهيدي ما بعرف، نفس الريحه طيبه ومنيحه كتير، وكملتها اكيد ما كبيتها. شايفين هيدي جديده جبتها؟ حطها هون.